إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام يشرح لنا شيئا بسيطا من النبوة والإمامة. البعض يسأل يقول: لماذا وضع في عنوان المحاضرة اللاهوت والناسوت؟ ليش وضعت هذه الكلمات؟ الآن راح نعرف. أعتقد ملاحظين أنا كيف أجعل المخالف أولا يؤكد عن من يتكلم، هل عن علي الصحابي أم عن علي الموجود في كتب الشيعة، لأن هنالك اختلاف فرق السماء عن الأرض. الآن راح نعرف ما معنى اللاهوت والناسوت الموجودة في عنوان المحاضرة، وسنستمع إلى شيء من العجب، إلى شيء من العجب صعب مستصعب. أنا أعتقد يعني من القضايا التي تكون صعب مستصعب لا يحتمله إلا مؤمن راسخ الإيمان. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يتكلم لنا عن شيء بسيط من قضايا النبوة والإمامة ومحمد وعلي بالذات، ثم يتكلم عن فاطمة. الآن ستذهب إلى عالم ثاني مع إمامنا الكاظم روحي فداه ونحن في يوم شهادته، لعن الله قاتليه وظالميه. هناك رواية يذكرها السيد هاشم البحراني في كتابه البرهان في تفسير القرآن، الرواية عن أبي محمد الفضل بن شاذان بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم. طبعا كلمة العالم مو مثل ما احنا نستعملها الآن للعلماء، نقول هذا عالم، هذا كان يعني مو كان هو، هذا لقب من ألقاب الأئمة بالمناسبة. يعني الرواة كانوا دائما يقولون مثلا عن العالم، عن العالم يعني عن الإمام المعصوم. هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى، اسمع، خلق نور محمد صلى الله عليه وآله من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله، وهو نور لاهوتيته الذي بدا منه وتجلى لموسى بن عمران في طور سيناء، فما استقر له ولا أطاق موسى لرؤيته ولا ثبت له حتى خر صعقا مغشيا عليه، وكان ذلك النور، هذا النور اللي صعق منه موسى. الله عز وجل، للأسف بعض الناس يعتقدون أنه الله ظهر من أمة الصلاة سلم، الله عز وجل لم يظهر لأنه ليس كمثله شيء. موسى رأى نور، موسى رأى نور، هذا النور صعق من خلاله موسى. هذا النور نور من؟ اسمع، قال الكاظم عليه الصلاة والسلام: كان ذلك النور نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أراد الله أن يخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قسم ذلك النور إلى شطرين، قسم ذلك النور إلى شطرين،
فخلق من الشطر الأول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الشطر الآخر علي عليه الصلاة والسلام. محمد علي وعلي محمد. ولم يخلق من ذلك النور غيرهما. الله عز وجل ما خلق من هذا النور غير محمد وعلي، بس محمد وعلي. وجعلهم أمناء له وشهداء على خلقه. الآن اسمع. قد استودع فيهما علمه، علمهما البيان، واستطلعهما على غيبه، وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه. لا يقوم واحد بغير صاحبه. محمد علي علي محمد. ظاهرهما بشري وباطنهما لاهوتي. ليش؟ طبعا هنا ملاحظة جدا مهمة. كلمة اللاهوت المقصودة هنا مو معنى هم الله، وإلا الرواية راح تبين أن هم منفصلين عن الله. أصلا واضح الله خلقهم مكتوب بالرواية، فما نريد بعض الناس تفتهم أنه معنى كلمة اللاهوت معناه أنه هم الله. لا، الله خلقهم موجود بالرواية مثل ما سمعتم الآن. الله شقهم على نورين، من نور واحد إلى محمد وعلي، يعني الله خلقهم. أما هم بالأصل لاهوت. ليش الإمام يقول هذا الكلام؟ ركز. يقول ظهر للخلق، محمد وعلي ظهر للخلق على هياكل الناسوتية حتى يطيق رؤيتهما. يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، يقول إن موسى بن عمران يوم اللي رأى برهان ربه وهو نور محمد خر مغشيا عليه. يقول الله عز وجل هذا النور قسمه إلى محمد وعلي، هو نور واحد، حتى الله ينزلهم إلى الأرض جعلهم بأجساد ناسوتية من الإنسان. ليش؟ يقول حتى البشر يقدرون يشوفونهم، لأنهم بالحقيقة اللاهوتية ما تقدر تنظر لهم. هذا محمد وعلي وعلي محمد ومحمد علي. يقول بالحقيقة ما حد يقدر يشوفهم. أنطيكم فد التفاتة سريعة. سامعين يوم اللي النبي، يوم اللي أمير المؤمنين غسل النبي، ساعدته الملائكة، كان واحد ويا منه العباس. العباس ما عنده أي درجة من العصمة ولا أي شيء. الرواية شنو تقول؟ تقول فعصب عيناه أمير المؤمنين، عصب عين منه العباس، قال له خوفا عليك من العمى، فإن نظرت لجسد رسول الله لن يبقى لك بصر. احنا من نقول، حينما نقول يا أيها الناس إذا أردتم أن تحاججوننا بعلي أو بمحمد أو بالأئمة، هؤلاء الأئمة متصلين بالمشيئة الإلهية، ما حد يجي حاسبهم ليش تزوج، ليش مدري مشي، وليش راح جاب عائشة. هذا متصل بهذا، الله يمشي
الله يقول له روح اتزوج هاي روح جيبها، الله يقول له، الله يقول له حارب، الله يقول له لا تحارب، الله يقول له اتكلم، الله يقول له لا تكلم. الله خلقهم بمهمة، ذولا مو مثله ومثلك، خلقنا حتى بعدين نتنعم، لا لا ذولا خاصين، ذولا أصلا لاهوت بالأصل، الله نزلهم إن على شكل ناسوت حتى الله يرحمنا بهم، بس لا أكثر ولا أقل. يعني نزلوا إن رحمة رحمة رحمة. فتح الله بهم بدء الخلق وبهما يختم وله المقادير. ثم اقتبس من نور محمد فاطمة ابنته كما اقتبس نور علي من نوره، واقتبس من نور فاطمة وعلي الحسن والحسين. كاقتباس المصابيح هم خلقوا من الأنوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر ومن صلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم في الطبقة العالية من غير نجاسة بلا نقل بعد نقل ولا ماء مهين. بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. شوفوا هذه هنا التفات، أرحام المطهرات، القاعدة القريشية، صلى الله عليه وسلم ادخل يم أمك عائشة، أي رواية تطعن بأم المعصوم ساقطة، لأن المعصوم عندنا يعلم الغيب فلا يتزوج امرأة فيها خدش، لأن الأصل هي طاهرة ومطهرة، لأن رحمها طاهر سيوضع فيه خير خلق الله. فكل رواية تطعن بأم من أمهات الأئمة ساقطة كما تعلمتم في القاعدة القريشية. هذا ديني، هذا مو دينك، تحاسبني طبق نظرا لقواعدي، ما تتحاسبني نظرا لقواعدك والرجال المجنبين على أمك عائشة. قواعدك تطبقها على رواياتك، قواعد تطبقها على رواياتي. واضح ولا مو واضح؟ انتهى الكلام، عزل فتح لك غير شيء. إلى أرحام المطهرات لأنهم صفوة الصفوة، اصطفاهم الله لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلق وبلغاء عنه لخلقه، أقامهم مقام نفسه. ليش؟ شوف 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 اسمع، الله عز وجل أقامهم مقام نفسه. ليش؟ لأنه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفيته. الله رادهم هذول بيننا وبينه، الله رادهم، قال أنا ما حد يشوفني، ما حد يعرف كيفيتي، ما حد ينظر لي، ما حد يدركني، ما حد ما حد ما حد، هذول أنا أريدهم بيني وبين خلقي، أنا هذول أريدهم، اختاريتهم لي. فبهم بآل محمد بي الله عز وجل، فبهم يظهر قدرته ومنهم ترى آياته ومعاجزه، وبهم ومنهم عرف عباده نفسه. يقول منهم، من آل محمد، أنا طلع المعجزات وأرزقكم الخيرات وأعرفكم نفسي بهم، لأن التوحيد عندهم مو عند عائشة اللي ربها طوله 60 ذراع يلعب ببيتها، عند هذولا الله ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار.
لولاهم ما عرف الله ولا يدرى كيف يعبد الرحمن. الله 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 الله. ولا يدرى كيف يعبد الرحمن. وهذا ما حدث بعد استشهاد النبي بمئتين سنة. أصلا مو بمئتين سنة، هاي بمئتين سنة أصلا صاروا ما يعرفون بس تكبيرة الإحرام كما تذكر كتبهم. لا، أنت عندك في 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 زمن أمير المؤمنين أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري يقول: صلى بنا علي صلاة ذكرنا بصلاة رسول الله. قال محمد اللي يريد يحاسب علي يحاسب الحسن الحسين الأئمة عن رواية أو عن شيء، لازم يعرف هم هؤلاء هذه قواعدنا الشيعية هيك ننظر لهم، فبعدين نجي نطبق الرواية عليهم حتى تتعلمون شلون احنا نناقشكم.